ما حكم التوكيل في الوفاء بالنذر؟ المراد بالنذر أن يلتزم الإنسان بفعل ما لم يوجبه الشارع عليه، ولا يحسن بالإنسان أن ينذر على نفسه فعل طاعة من الطاعات، وإنما يقدم على تلك الطاعة بدون أن يوجبها على نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. وإذا نذر الإنسان نذرا وجب عليه الوفاء به متى كان طاعة من الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد قال الله تعالى في صفة الأبرار أهل الجنة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن هنا فإن من نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيعه. ونذر الطاعة على نوعين: الأول طاعات لا يصح الإنابة فيها ولا توكيل الآخرين فيها، مثل الصلاة، فإنه لا يصلي أحد عن أحد، ومن ثم من نذر أن يصلي لله لم يجز له أن يوكل غيره في ذلك. والنوع الثاني من أنواع النذر: نذر ما يصح التوكيل فيه وبالتالي تحصل النيابة فيه، مثل أن ينذر الإنسان أن يتصدق بصدقة، فالتصدق ليس من الأعمال التي لا تدخلها النيابة، بل هو مما تدخله النيابة، وبالتالي لو نذر أن يتصدق بصدقة جاز له أن يوكل غيره فيها.